فقدناك يا عمنا صلاح جاهين. بهذا الشعار توافد المئات على دار الأوبرا المصرية التي قدمت عرض الليلة الكبيرة للعظيم الراحل صلاح جاهين. ليلة كبيرة من العروض المميزة جدا بتعبر عن تراثنا المصري، شاهدها أكثر من 2.5 مليون مواطن لحد دلوقتي. من أول ما جات الفكرة في دماغ الدكتور عبد المنعم كامل إن هو يحول العرايس والليلة الكبيرة اللي كانت عرايس وكلنا عارفينها رائعة صلاح جاهين وسيد مكاوي، حولها لرقصات باليه، وبقت الليلة الكبيرة تراثنا في أو سافرنا في دول العالم، وإحنا بنقول ده هو ده التراث المصري وهي دي الحضارة المصرية. حضرتك دي مش أول مرة نعمله، فعملناه قبل كده، بس هو تحضيره مش صعب يعني، لأن دي حاجات من التراث بالنسبة للليلة الكبيرة، ونجاحها إن هي يعني في عروض قبل كده اتعملت، يعني أفلام وحاجات اتعادت ما لقتش النجاح الليلة الكبيرة. هي من التراث، فهي مش صعبة إن احنا يعني الشيخ أو العمدة، حاجات دي موجودة عندنا. فرقة لوركيانو استهلت حفلها الراقص في دار الأوبرا بتقديم عرض الليلة الكبيرة، ولكنها أمتعت محبي جاهين بعرضها المميز. أول ما أقولها لها واصرخ لصرخة السقف يتكهرب ويبقى فرخة. هو عرض الليلة الكبيرة تبع فرقة بالي أوبرا القاهرة، وهو عرض بالي يعني. تحولنا العرض بتاع الليلة الكبيرة المعروف العرايس لبالي راقص. في العمدة وفي البلياتشو وفي طرف الهوا شيش اللي هي العروسة، وفي أدوار كتير. هنا دار الأوبرا المصرية، منارة الثقافة والفنون لا تبعد كثيرا عن ميدان التحرير، ولكنها منبرا لحرية الفكر والإبداع. It's hard, it's hard, it's hard, it's hard.